Colombia. A dangerous electronic virus. يصيب شركات الهواتف النقالة والشواحن حول العالم. Du au fait qu'un virus virtuel très dangereux. بازار اور الكترونيك ستور کے آس پاس لوگوں کو پربھاوت کر رہا ہے. في زمن تلاشت فيه الإنسانية. وذابت فيه مبادئ الأمانة وانطفأ نور الضمير. زمن فقدنا فيه وسائل التواصل وضعنا في عالم خال من الملامح. تفككت فيه الروابط ومفهوم المجتمع واختفت ملامح البشرية. وين راح الشاحن؟ أنا متأكد إنه كان مشبوك هنا. أبونا ماريا ياسر قال بكرة برجع بدري، خلوه عندكم. ولا لا يا كفتة؟ كفتة؟ هي! وش قاعد تسمع؟ داخل شات صوتي، ما في حد. طيب دامك ما تسمع شيء، ليش لابسها؟ هذه سماعة جديدة، اشتريتها، اسمها سماعة أبو مخدة، تعزلك عن العالم الخارجي. أتحداك، هذا نظامك؟ المهم، شفت شاحن ياسر حق اللابتوب؟ لا ما شفته. وانت وين شاحنك؟ نسيته في البيت، لا تزعجنا يا ابو. يا ابن الحلال عطني اياه لا يكثر. يا ابوي مشكلتك، انا بفتح الفيسبوك اذا جاء شكوش خذ الشاحن منه. لا حول، شاحن شكوش يختلف عن شاحني. اي 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 وش فيك تضحك انت؟ في شيء يضحك؟ تخيلوا يا عيال، ايش لقيت في جيب الجاكيت؟ وش لقيت؟ 500. لا يا ابوي ما هي فلوس. ما هو؟ الحين سمعت يوم جاء طار الفلوس. لقيت في جيب الجاكيت شاحن! ولا كلمة، في حد شافك وانت جاي؟ لا. في حد در عن الشاحن؟ لا. كفتة، انقز بسرعة برا، راقب الوضع، شوف في حد يراقب شيء، وسكر الباب وتعال. يا ابوي ايش فيه؟ يا ابوي لو داروا الناس ان عندنا شاحن يجون ياكلون ناكل. خلاص عيال اثقلوا اثقلوا. طيب جربته؟ لا والله ما جربته. يا ابوي انت عارف من زمان ما شفت جوال. الحين من وين جبت جوال؟ انا اتحداك، شايل جوال سنة والبلد ما فيها شواحن. تحسبا للظروف. احشرك. يا عامر من زمان ما مسكت جوال. اي والله انك تقولها صادق. يا ابوي فاضي انت هو. جيب الجوال جيب خلينا نجرب. يا عيال يطول هو. هو كم يقعد بالعادة عشان يشتغل؟ يعود دقيقتين ثلاثة. الشاحن لا نص ساعة ولا اشتغل الجوال. يا ابوي اصبر ايش بك مستعجل؟ خليني ادي له 5 دقائق كمان. لا تنسى الجوال له سنة ما اشتغل. طيب يا عيال جربوا لفوا الشاحن على الجوال يمكن اشتغل. اي والله. ابوك يا الحركات القديمة. يا عيال انا بسري.
يعني يا ابو فاتن كل مره اجيك فيها لازم تحط لي ذا الغطاء على راسي. بالنسبه لي انا على اتفاقنا الاول. خذ هذه الفلوس. عطني جوالك. بعدي ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. الخردان ايش فيه؟ هذا شروخ جايبه عشان ابيعها قبل العيد. والله يشرخ راس العدو. اسمع شله ولا انا اخذتها ورميتها بالزبالة. لا يبا الله يرحم والديك، هذه غالية وبعدين بعد شهرين بيدبل سعرها. وين رايح؟ أبروح أدخل الشروخ بغرفتي. يا ابن الحال خلى الشروخ تعال ودني وردي على شروخك يا باسل الصبح. ما طلبت شي يبا، أبى أسك الباب. يلا. هلا والله بلب البطل. بس 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 هذا وهذا. لا حول. يستاهل. في واحد رموه. يشرب شاي ويسوق؟ الحين وش اسوي؟ دبر نفسك. المهم إذا جت الساعة 10 خليك حول تلفون البيت، بتصل فيك. ابشر يما. لا تأخر. يا محمد. محمد. دقيقة ها. أمسك. هذا غسيل وكوي مستعجل. أبشر. وهذا غسيل وكوي عادي. طيب. أصبر دقيقة. وهذا غسيل عادي ها؟ طيب أبشر. دقيقة دقيقة. تفضل. جايك هذا هذا. أبوك البلشة. الحين من وين الثياب؟ شحن بطارية شحن بطارية. حسيت انك تعذبت ولا باقي؟ خلاص يا ابن الحلال والله تعذبت تعذبت. الله يرحم والديك الله يرحم والديك. خلاص خلاص ارجوك والله ما عاد اعود والله ما عاد اعود افهم. لانك غبي. انا الوحيد اللي يشحن في الرياض بثلاثين ألف، تجي أنت تشحن بخمسة آلاف يا وجه الفقر. الله يوعدك أوعدك ما عاد أعودها ما عاد أعودها ولا عاد إني بشاحن أبشرك. حلو كده معانا 34 ريال، يعني تجيب لي كل واحد اثنين شاورما مع البارد. كثر المينيس. انتهى يا كفتة. يا عيال كل يوم شاورما شاورما، ترى طفشنا خلاص خلونا نغير. إي بنجيب شاورما، تبغى؟ هات فلوسك. يا عيال نسيت اقول لكم اني لقيت شاحن بالسياره. الحمد لله ما حد سمعنا، الأوضاع مستتبة. الحمد لله. طيب كويس يا عيال، أجل بنقز أجيب جوالي عشان أشحنه. تستهبل أنت؟ الحين إذا اشتغل جوالك وش تستفيد؟ العالم كله ما معها جوالات شغالة. والله إنك صادق. طيب يا عيال، الحين وش نسوي بذا الشاحن؟ أنا أقول لك، نشحن جوالاتنا ونكلم بعض ونقهر الناس. وش ذا الفكرة البايخة يا كفتة؟ يا عيال، خلونا نفكر بفكرة بطلة. بس! لقيتها! أنا عندي فكرة زي اللهب. وشي؟ خلاص
جوالك فل. حاسب يا كفته. يلا تفضل. اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت اشحن جوالين. لا خلاص 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 يا ابويا. يا ابويا النظام ما تشحن جوالين، جوال واحد، حط جوال واحد. هات فلوسك. يلا عطنا جوالك. سم. وش ذا؟ هذا اللي لقيته. هذا هذا اللي لقيته بزرين حنا. بعدين هذه شلون تنفتح؟ هذه ما تنفتح الحين، اذا عبيتها دراهم تكسرها. اما اكسرها وش نظام كنت؟ خلاص اوكي، كفته دخلها هنا. اللي واضح ان عندهم شاحن واحد، ولا شكلهم توهم لاقينا، لا يعرفون لا السوق ولا الاسعار. الظاهر ان هالشواحن بينضاف لها اخو جديد يزداد عددها. جوالك فل، خذ. خلاص يا جماعة قفلنا، تعالوا بكرة. شيل معي الطاولة يا ياسر. يا ابن الحلال خلها هنا، نجيها بكرة. نجيها بكرة وربي تنسرق يا ابوي اهبل انت. يا عيال لو استمرينا بهالطريقة هذه بندخل ذهب. يا ابوي جيعان انا كيف؟ الشعب فين بيعشينا؟ وش رايكم بمفطح؟ والله يجي. يلا. يلا مشينا يا عيال. راقبوهم راقبوهم زين. هلا والله بالعيال، اليوم محتفلين وعشان نفطح. ها عيال، تبون نحسب اللي في الحصاله الحين ولا بعد العشاء؟ تتوقعوا كم فيها؟ اتوقع ان ما خاب ظني 7000 ريال، هذا وما حسبت حساب المفطح. على كذا يا عيال لو اشتغلنا يوميا راح نطلع حوالي 210. اركض في ديتك، لو انها ما فلوس كان ما عرفت تحسبها. الو هلا. الحقني يا عامر. طب بشويش خلنا نفهم وش فيه. اقول لك ناس جو خطفوا ابوي وقالوا يا ويلكم لو كلمتوا الشرطة وخذوه بالقوة. كيف ناس اخذوه بالقوة؟ ما ادري، بس ابوي اللي فتح لهم الباب وبعدين رن الجرس مرة ثانية. يوم رحت اشوف لقيت ابوي بالسيارة ومغطي راسه، وجاء واحد منهم عطاني الرقم وقال لو تبون ابوكم يرجع خل عامر يكلمني على هذا الرقم. جدك؟ يلا جايكم. يلا بسرعة. خلاص يا ابوي. الو اسمع، اذا ودك تشوف ابوك بيجيك موقع بعد شوي، ساعة واحدة وتكون متواجد في الموقع، وانتبه لا يكون معك اي احد غير الشاحن يا حبيبي. الو الو قفل الخط. طيب وش بنسوي الحين؟ لازم نبلغ الشرطة. مهبول انت، ما تسمع وش يقول؟ يا عمي خلاص هم ما يبغوا الشاحن، اديهم الشاحن فكر من وجع الدماغ. جتني خطة، تخلينا ناخذ ابوي ويبقى الشاحن معنا. الشاحن معك الخربان يا شكوش. ايوه كفو. جبت الشاحن؟ عفا عليك جبته، خذ. كفو، مثل ما اتفقنا اذا اعطيتهم الشاحن ولعوا بالشروخ، خلوها تولع اليوم. طيب وابوك؟ ابوي لا تشيل هم، ابى استغل عنصر المفاجاه والقطه. خلاص لا توصي حريص يا ابوي ازهمها. كفو. يلا جيت لحالك؟ ايه. ليش شايف مي احد؟ عط الشاحن. قبل ما اعطيك الشاحن ابي اشوف ابوي. جيب ابوه.
يا عيال مع التوتر ابى البي نداء الطبيعه بسرعه. يلا يلا عجل عجل يا هذا وقت اخلص. هذا ابوك وشفته بعيونك. هات الشحن. وش يثبت لي ان هذا ابوي؟ وش انت مسوي يا سربوت؟ خلاص خلاص هلا هذا ابوي. هذا الشاحن واخذته. اطلق ابوي. اصبر نبي نتاكد الشاحن شغال ولا لا. وراك مستعجل. الدنيا برد واخاف ابوي يبرد. اقطع وخش. زعيم شاحن ما يشتغل. وشو؟ هذول لقيتهم يراقبون في المكان. شكلهم كانوا يخططون شيء. ايه هذول يا اخويا انا شايفهم. نصاب هذا يتبلاني ما اعرفهم. تلعبون علينا؟ تلعبون علينا قدامكم بزارين حنا؟ انا معي شاحنين، واحد خربان واحد زين. الظاهر اني اعطيتك بالغلط الشاحن الخربان، لو اعطيتك الشاحن الزين تطلق ابوي واخوياي. هذا اذا اشتغل الشاحن يمكن احن عليك وارحمك. اوف العيال وين؟ سم سلام عليكم يا ابوي، البنزين عندي خلص والسيارة طفت، ما تدونا شوية؟ ما عندنا شيء، انقلع. طيب واحد فيكم كده يوصلني المحطة. ما تفهم انت؟ انقلع اقولك انقلع. زعيم لا هالمرة الشاحن يشتغل. أبوك مبسوط؟ لا زعلان، يقول لي ما بلغت الشرطة. أنا قلت لك لازم نبلغ الشرطة. والله يا شباب كان ودي أفرحكم بس شكلي شديت حيلي شوي وسحبت بقوة وانقطع. أما بس طلعنا بسبعة ألف ريال. حاج أنت الفلوس عندك ما تضيع. المفطح برد يا عيال. Yeah, it's